بيبدأ فيلمنا في تشيلي مع شاب اسمه زامي اللي بيبقى في مالها ليلي وبيشوف البنت اللي بيحبها واللي اسمها كيم وهي ترقص مع واحد تاني، فزامي بيروح يتخانق معاه وفي اليوم اللي بعده بيروح هو واصحابه وبيتقاتل معاه وبضربة واحدة بيقدر يخلص عليه. بعدها بيروح لكيم وهي راجعة من المدرسة وبتبقى متضايقة من اللي عمله، وزامي بيعرض عليها انه يوصلها للبيت، وده لان الحي اللي ساكنة فيه خطر جدا ومليان بالعصابات. فكيم بتقوله انها مش محتاجة لحمايته، خصوصا ان ابوها مدرب فنون قتالية وعنده اكتر من 20 تلميذ يقدروا يحموها. فزامي بيقول لها انه يقدر يحميها افضل من 20 تلميذ دول. فكم تدخله المدرسه بتاعت ابوها المعلم تيران، واللي في الوقت ده بيكون عمال يدرب تلاميذه. وكم بتقول له ان زامي بيتحداك وعاوز يقاتل كل تلاميذك، فالتلاميذ ساعتها بيقوموا وبيتقاتلوا معاه. وبالفعل زامي في البدايه بيقدر انه يضربهم، لكن مع الوقت بيتعب وبينجحوا في الاخر في ضربه. والمعلم تيران بيطرده بره المدرسه، وزامي بيكتشف ان تيران كان عارف ابوه وان ابوه كان قاتل قوي جدا. ولما بيروح يسأل والدته عن سبب معرفة تيران بابوه، فما بترضاش تقول له على حاجة وبتنصحه بانه يركز في مذاكرته ويسيبه من العصابات اللي ماشي معاها، لان كيم دي عمرها ما هتبص له وهو كده. فزامي بيدخل اوضته وبيسرح مع نفسه، وبنعرف ان سبب تعلقه بكيم هو انه انقذها زمان من محاولة اغتصاب، ومن ساعتها وهو بيفكر فيها ومش قادر ينساها. بعد كده بنروح للشيخ فرح، واحد من اغنياء الحي، واللي بيجيله هدية من شخص مجهول، والهدية بتبقى عبارة عن صندوق مكتوب عليه كلمة موت وموجود جواه سيف عربي، وعليه رسالة تحذير للشيخ فرح بتقوله بانه يجهز علشان صاحب الهدية راجع تاني. وبالفعل بعدها بيوصل شخص اسمه ماكس كالبا، وبيدخل على المحل بتاع واحد اسمه يون، وده يبقى اخو المعلم تيران، وبيقتله بسهولة. بعدها بيروح لمدرسة تيران اللي بيقوله انه ما يدخلش تلاميذه في اللي بينهم، لكن ماكس بيضرب على رجله سهم بيخدره، وبعدها بيتقاتل مع تلاميذه، وماكس بينجح في انه يقتلهم واحد ورا تاني، وما بيبقاش غير كيم. لكن قبل ما بيجي يهاجمها بيوصل زامي، وماكس بيتفاجئ لما بيشوف السلسله اللي لابسها وبيتقاتل معاه. وبما ان ماكس مقاتل قوي جدا فبيقدر انه يخلص عليه وبيقتل كل اصحابه، لكن ماكس لما بيسمع صوت الشرطه فبيهرب. وبيجي بعد كده شخص غامض اسمه نيك ناك، بياخده هو وكيم وبيروح بيه في مكان بعيد عن عين ماكس، وبيقول له انه يبقى المعلم الخاص بفرقه اسمها قوه الاراده، واللي ابوه كان واحد منها هو وتيران، والشعار بتاعهم هو نفس الشعار اللي في السلسله اللي لابسها. والمعلم نيك بيقول له ان واحد من الفرقه دي وهو تيران عمل علاقه مع بنت الشيخ فرح وخلف منها كيم، لكن جوزها كان ماكس اللي حاول ينتقم زمان من تيران وفرقته لكنه ما عرفش، وده السبب اللي خلاه يرجع تاني، وانه مش هيهدى غير لما يقتل اعضاء الفريق كله. وهنا المعلم نيك بيدله على واحد من الفريق اسمه هوزي سوتو، وده علشان يدربه، لان المعلم نيك ما عادش قادر على التدريب ولا القتال. فزامي بيودع كيم وبيروح علشان يدور على سوتو، وواحد بيدله على الحانه اللي بيقعد فيها، ولما بيوصل له سوتو بيبقى رافض في البدايه انه يدربه، لكن لما بيشوف السلسله اللي لابسها وبيعرف انه ابن واحد من الفريق فبيوافق على تدريبه. وفي نفس الوقت ماكس بيروح للشيخ فرح وبيقتله، وده بسبب انه ساب بنته تروح مع تيران ووافق على جوازها منه. اما سوتو فبيبدا في تدريب زامي، لكنه في الاول بيديله مشروب بيمسح له ذاكرته تماما، وده علشان يخليه يتعلم بشكل سريع من غير ما يبقى متعلق باي حاجه غير التدريب، وبيبدا يدربه على الاسلوب لحد ما مهاراته بتوصل لاقصى حد ليها. وفي الناحيه الثانيه ماكس بيوصل لوالده زامي وبيقتلها، لانها ما بترضاش تقول له على مكان ابنها، لكنه بيلاقي صوره قديمه ليها هي وزامي قدام الكوخ بتاع المعلم نيك، فبيودي رجالته هناك وبيقدروا يمسكوا كيم، لكن المعلم نيك بيقدر يهرب. اما زامي فبيوصل لنهايه تدريبه وللاختبار الاخير ليه، والمعلم سوتو بيديله سلاحه القديم وبيقول له انه يفضل ماشي في الصحراء وهو حافي وما يقفش غير لو لقى الرياح بتخبط فيه من قدام، لكن لو لقاها بتخبط فيه من ظهره فيفضل ماشي معاها. وبعدها سوتو بيسيبه وبيمشي، ولما بيقوم زامي من النوم بيلاقي رجاله ماكس واقفه قدامه، وبضربه واحده بيقدر زامي انه يخلص عليهم. بعدها بيروح على بيته وبيعرف ان ماكس قتل والدته، وساعتها بيجهز نفسه للمعركه الاخيره وبيروح للمقر بتاع ماكس. ولما بيوصل هناك بيلاقي رجالته كلها واقفه ومستنياه، فبيدخل عليهم وبيستخدم الاسلوب اللي اتعلمه، وبيبقى مركب السلاح اللي اداهوله سوتو في رجليه وبيقاتلهم بيه، وبينجح انه يخلص عليهم كلهم بسهوله. بعدها بيروح لماكس وبيبدا القتال ما بينهم، لكن في كل مره بيحاول زامي انه يهاجمه بينجح ماكس في ضربه بسهوله، وبيبقى مسيطر على القتال بالكامل وبيقدر يسبب له اصابات خطيره جدا. فزامي ساعتها بيقرر انه يخلي ماكس هو اللي يهاجمه، واول ما ماكس بيروح عليه بيقدر زامي انه يضربه في رقبته وبيموته. وبعد كده زامي بيروح لكيم علشان يطمن عليها هي وابوها، وبيعرف منها مفاجاه كبيره وهي ان المعلم هوزي سوتو يبقى ابوه، فبيقرر زامي انه يرجع له
له تاني، لكن قبلها كيم بتودعه وبتحترف له أخيرا بحبها، وبيخلص الفيلم على كده.